انا عايز اقول حاجه بمناسبه اليو ديانج، بمناسبه بيرسي تاو. يعني بيرسي تاو على فكره، بص بقى، وصل نهايه كاس امم افريقيا مع منتخب جنوب افريقيا، صعد كاساسي. الوقت قيمه التسويقيه بتعود، لو تفتكر من 6 شهور القيمة التسويقية لبيرسي تاو كانت لا شيء، وفي الصيف اللي فات حتى كان في كلام انه هيتباع ولا مش هيتباع، هل في نادي عايزه ولا مش عايزه، هل الاهلي حتى يطلعه اعارة ياخد من وراه اي حاجة، لكن كولر صبر عليه وقفه على رجليه ورجع تاني بيرسي تاو بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، لدرجة انه لما بتجيله عروض من بره للنادي الاهلي كولر قال لك لا، ده انا طالب كمان تمديد عقده، عقده يخلص السنه الجايه، لسه في سنه في عقده، فكولر طالب كمان تمديد عقده. يعني بص، قيمته التسويقيه ارتفعت بعد رجوعه كمان للمنتخب، بعد تألقه مع النادي الاهلي ومساهمته مع المنتخب في انه يحقق نتائج طيبه جدا. عايز اقول لكم على حاجه، شويه ملاحظات من بعد ما الاهلي خسر 5 من سان داونز. بص، الاهلي خسر 5-2، الجمهور هاج وناس هاجت وناس خبطت وناس رزعت، منهم كابتن عبد الجليل هيكون معايا بعد شويه وهتكلم معاه في القصه دي، لان هو سخن جدا هنا، ما كنتش انا موجود، سخن جدا. لكن انا عايز اقول انه الاهلي كاداره تعاملت مع الموضوع ازاي. بص بقى، من ساعه ما الاهلي خسر 5، اولا الاهلي تشاء الاقدار من بعد الخمسه ان الفيفا يعلن ان سنه 2025 كاس العالم للانديه بنظام جديد، مشاركة 32 نادي منهم أبطال دوري أبطال إفريقيا من 21 ل 24. فتشاء الأقدار إن الأهلي بطل 21 فيشارك. أدي أول ميزة بعد الخمسة، خد الأهلي. الحاجة الثانية، الهلال السوداني أهدر فرصة إقصاء الأهلي، شوف بعد الخمسة بتاعت جنوب أفريقيا بتاعت سان داونز. فالسان داونز يروح يلعب الهلال، الهلال يكسب خلاص الاهلي بره، وسان داونز والهلال يصعدوا لدور الثمانية، فيقوم الهلال يتعادل مع سان داونز ويهدر ركلة جزاء، فالاهلي يبقى عنده الامل ان شاء الله يحققه يوم الجمعة ويكسب الهلال ويتأهل بعد كده. دي نمرة 2. يوم الماتش يوم السبت، اسف، ماتش الاهلي والهلال يوم السبت. نمرة 3 زي ما قلت لكم بيرسي تاو والتألق اللي عليه. نمرة 4، علي معلول بيرجع تاني يتألق مع منتخب تونس، كان بعيد شوية في التشكيلة بتاعة تونس، بيرجع تاني بيتألق بشكل كبير وبيسجل كمان مع منتخب تونس وبيصنع وبيرجع أساسي من جديد بعد غياب. نمرة 4، محمود كهربا بيرجع تاني لمنتخب مصر وفي تشكيلة منتخب مصر وشارك المباراة اللي فاتت بتاعة ملاوي اللي كانت عندنا هنا في القاهرة. ليه؟ لأن التعامل كان من إدارة الأهلي مع الخامسة بتاعت سان داونز كان بهدوء شديد جدا. افرض الأهلي، وده إن شاء الله الأقرب بنسبة إن شاء الله 99%، يتخطى الأهلي الهلال السوداني، هل ماتش الخامسة بتاع سان داونز اللي الأهلي خسره ده له قيمة ولا حاجة؟ ولا له قيمة. يا الخسارة تبقى قيمتها صعبة في إيه؟ أو مؤثرة في إيه؟ إذا خرجت بسببها بره البطولة. لكن انت خرجت خسرت 5-2 من سان داونز بس اتأهلت وكملت ورحت لأبعد نقطة في البطولة، الناس هتفتكر انك خسرت 5؟ خلاص. المهم انك تتعامل مع الخسارة ازاي. المهم لا تقول بقى لعيبة ولا تتكلم على اللعيبة بتاعتك ولا تشتم في اللعيبة بتاعتك ولا تتكلم على المدرب بتاعك ولا تتكلم هنا. الإدارة خدت الموضوع بهدوء شديد جدا وحاولوا يلموا الموضوع سريعا جدا، وادي النتائج اللي انا بقولها لحضراتكم، ودائما القدر ينصف المجتهد.